Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ما تم من حمله شهران على مشكور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجر عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومر يوم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله يوم النشور
الكفوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى حنان بالسرى إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سر وخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عبد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومهيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة وراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وسعها وتوحب من فقار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأوراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ولد المصطفى وحسق الهنا هذا وقد استحسن القيام إذا ذكر مولد الشريف مولد الشريف أئمة له رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامه ومرماه أطهر اللهم قبره الكريم بعفو شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك.